أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة النهاردة من حديث التعليمية. يسعدني أن أكون موجود مع حضراتكم في هذه الحلقة، أنا والزميلة العزيزة رباب السيد. إن شاء الله فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن العفو. الحقيقة ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه الصفة، صفة العفو، خاصة وإنه يمكن بسبب الظروف الاقتصادية، يمكن بسبب مشكلة فيروس الكوفيد 19 أو الكورونا، الناس كلها أصبح عندها احتقان جامد، الناس ما بقتش مستحملة، عندها ضغوط كثيرة، وبالتالي أصبحت هناك زيادة كبيرة جدا في المشاحنات بين الناس. بنشوف ده في الشارع كتير قوي، بنشوف ده في البيوت، بنشوف ده حتى بقى بين الأصدقاء وبين الأهل والمقربين. طبعا مع انتفاء صفة التسامح وانتفاء صفة العفو، أصبح هناك حاجة ماسة لوجود هذه الصفة. علشان كده احنا النهاردة هنتعرف على أهمية العفو، وهنتعرف على جزاء وأجر العافين عن الناس، ونتعرف على حاجات تانية أخرى تتعلق بمسألة العفو. يعني هل العفو بس بيكون عند المقدرة إذا كان الشخص قادر فيعفو، ولا ممكن يكون الشخص من العافين عن الناس في الوقت اللي هو ليس قادر على إنه يأخذ حقه؟ وبعدين هل العفو ده بيكون عفو مجرد إن أنا بعفو على حد لما أكون أنا مثلا بدينه بالمال، ولا إذا كان حد سبني، ولا إذا حد أخذ مني شيء بدون وجه حق؟ هنتعرف على أوجه كثيرة جدا من أوجه العفو. واسمحوا لي أرحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو واللي هيكلمنا النهاردة عن هذا الموضوع تفصيلا، الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور عبد الحميد، أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا بكم. الله. العفو الحقيقة هي صفة هامة وقيمة المفروض تكون مضافة عند كل شخص فينا. نعم. عاوزين نتكلم عن العفو وقيمته في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة أجمعين. والسلام. بداية أنا أحييك على هذه المقدمة الجميلة التي ربطت هذا الموضوع بحاجة المجتمع إليه. في الحقيقة بالفعل لكثرة المشاحنات والغضب والاحتقان الموجود في المجتمع يرجع إلى يعني نقصان هذه القيمة. لا أقول غياب القيمة، موجودة، لكن تحتاج إلى تفعيل، وتحتاج إلى أن ندرك أهمية هذه القيمة وأجر هذه القيمة عند الله عز وجل، وندرك أنها قيمة أصيلة من قيم الإسلام، وقيمة يعني تتلاحم مع بقية القيم لتشكيل المسلم القويم الذي يظهر في صورة الجمال وفي صورة الكمال الإنساني والخلق الكريم اللي هو يعطي الصورة الجميلة للإسلام. العفو يعني له أجر عظيم جدا، يعني ومرتبط بالصبر، وسنتكلم عن ذلك، مرتبط بقيم كثيرة جدا القرآن ربطها به. فالله عز وجل يعني تخيل ان هو يمتدح العافين عن الناس، ويعني ويصفهم بأنهم من المتقين. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهؤلاء هم المتقون حقا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وأن يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جزاء عظيم جدا وثواب عظيم، مغفرة من الله عز وجل وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله عز وجل يمتدح هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير على كظم الغيظ وعلى العفو عن الناس. من كظم غيظه يعني في وغضبه في أمر من أمور الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما كظم غيظه في الدنيا، وليس له جزاء عند الله تعالى إلا الجنة، لأن كظم الغيظ ده هو صبر،
يصبر على يعني دافع الغضب وعلى غريزة الغضب. الغضب يلح على الإنسان فهو يصبر ولا ينفذ هذا الغضب، فهو جزاؤه كبير جدا، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجزاء كظم الغيظ والعفو عن الناس جزاء كبير جدا وعظيم جدا، وهو خلق أصيل من أخلاق الإسلام ومن أخلاق النبيين والصديقين. صحيح، وده بياخدنا للجزئية الخاصة بالعفو واقترانه بالصبر، وزي ما حضرتك قلت ووضحت دلوقتي وفي الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. إذن هناك علاقة مباشرة، وأنا علشان برضو زي ما حضرتك تفضلت ووضحت عشان أكون من القاظمين الغيظ ده لازم أكون أنا شخص عندي صبر. نعم. وجلد شديد. نعم. فخلينا نتكلم يعني شوية في الجزئية دي علشان نعرف السادة المشاهدين أهمية أني أصبر، وأهمية أن الصبر دوت بيقترن بأني أعفو كمان علشان أخذ الأجر كامل. نعم، احنا كنا بنتكلم قبل الحلقة مع بعض في أن يعني كانت الحلقة في الاقتران العفو بالصبر، وقلنا أن العفو بيقترن بقيم كثيرة جدا. صحيح. وليس بالصبر فقط. الكلام ده بيوضحه ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل في سورة الشورى. شوف الآيات بدأ بيه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بدأ بأن هم إيه؟ يجتنبون الكبائر، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وبعدين إيه؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شوف الجمال بقى اللي بيربط المغفرة والعفو بالقيم دي كلها، قيمة الصبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر وغفر، فكون إن أنا أغفر لك إساءتك، وكون إن أنا أعفو عن إساءة الشخص الذي أساء إلي وظلمه لي، يحتاج إلى صبر. صبر على ماذا؟ الصبر على فكرة أنواع. في الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، الطاعة تحتاج إلى صبر. صحيح. وصبر عن المعصية، أصبر نفسي عن فعل المعصية، أمسك نفسي بالك. وصبر على البلاء، وصبر على القضاء، القضاء اللي بينزل يحتاج إلى صبر. صحيح. وده صبر أنت مضطر ليه، احنا بنسميها المصائب يعني. المصائب صبر، فليس وراءه إلا الجزع والسخط، ولا يجزع ويسخط لن يفيده الجزع والسخط إلا أن يسخط الله عليه، لكن من رضي فله الرضا ومن سخط فله الايه؟ السخط. فالصبر انا مصبر على اساءة شخص، انا حققت ثلاث انواع من الصبر، الثلاث انواع كلهم. صبر على الطاعة لاني اصبر على العفو واصبر على قيمة الصفح، تحتاج الى صبر. واصبر عن المعصية، ان ارد الاساءة وأن أسيء إليه كما أساء إلي، وأن أنفذ غضبي بأكثر مما أساء إلي. فصبر عن المعصية، وصبر على البلاء والمصيبة اللي نزلت، يعني كون إن أحد يسيء إلي هذه مصيبة وشيء لا يحتمل. يعني يمكن إنسان ممكن يحتمل مصيبة في المال، مصيبة في نفسه، في مرضه، في كذا، لكن لا يحتمل أن أحد يجرحه، أن أحد يسيء إليه، أن أحد يسبه، تكون شديدة على نفسه، فهذه مصيبة. فكون ان هو يصبر عليها، فيعني تتوفر هنا كل انواع الايه؟ الصبر. طب يصبر نفسه، يكظم الصبر اصلا معناه الحبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك يعني ايه؟ احبس نفسك وثبت نفسك في طاعة الله مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه؟ وجه. وبرضه يقول لك ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. مش هتصبر بإيه؟ بقوتك، مش هتصبر يعني شطارتك، إنما تصبر باستعانتك بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. تحتاج إلى إيه؟ قيم كثيرة. العفو يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى استعانة بالله، والاستعانة بالله تحتاج إلى تقوى، والتقوى تحتاج إلى اجتناب الفواحش والكبائر. ولذلك بدأها بإيه؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. لكن ما بقاش بيفعل كل المعاصي والموبقات والفواحش وتنتظر منه ان هو ايه يعفو. بتلاقي المنظومه ايه متكامله في الاجرام، او المنظومه متكامله في الاستقامه. يعني الشخص اللي هو تلاقيه بيسيء الادب مع الناس ويتبجح ويتعدى ولا يصبر على شيء ولا يعفو ولا كذا ولا كذا، تلاقي اخلاقه كلها سيئه، المنظومه كلها فاسده. فبداية إنسان يكون يتقي الله عز وجل، يجتنب الفواحش ويجتنب الكبائر، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. بعدها قال إيه؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يبقى منين جت إن هو إذا ما غضب يغفر ويصفح؟ إن هو إنسان اتقى الله واجتنب الفواحش واجتنب الإثم واجتنب الكبائر، هيتولد عنده إن هو يحبس نفسه ويصبر نفسه. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وبعدين يكمل المنظومة بإيه؟ والذين استجابوا لربهم. استجاب لربنا في كل الأوامر، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينه، ومما رزقناهم ينفقون. منظومة متكاملة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لما يتظلم من حقه أنه ينتصر لنفسه، لكن قال لك إيه؟ وجزاء سيئة، خد بالك، جزاء سيئة سيئة مثلها، تزنها كده بالايه؟ بالذره، سيئه مثلها. قال لك انت كذا، تقول له انت كذا. ضربك الم تضربه الم بنفس الايه؟ الميزان، بنفس القوه، لا تزيد. طب ده صعبه، لان بيقول لك ايه؟ جزاء سيئه سيئه ايه مثلها؟ صعبه، وتخشى ان انت تطغى. يبقى قال لك ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، من عفا واصلح فاجره على الله. وجزاء سيئه سيئه مثلها، ورغب في العفو. ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجرك على الله أحسن. ولذلك من معاني الصبر اللي هنا صبر وغفر، صبر وانتظر الأجر. ولئن صبرتم لهو خير، إن صبرتم ابتغاء الأجر من الله لهو خير للإيه؟ للصابرين. دكتور عبد الحميد، في جزئية هامة جدا، فكرة العفو، هل هو بس المفروض يكون عند المقدرة؟ يعني إذا كنت أنا قادر أني أعفو فأعفو، ولا ممكن أعفو إذا كنت مقهور ولا أستطيع الرد على ما أزيد به أو ما ظلمت به، أو يعني إذا تعرضت إلى اضطهاد أو غيره؟ وهنا في جزئية تانية أخرى يعني ملاصقة لهذا الموضوع. الحقيقة في مجتمعنا، ودي جزئية بحتاج من حضرتك توضحها قوي، ناس بتصف الشخص اللي على طول متسامح، واللي على طول انه يعني بيسامح وبيعفو عن الناس وكده، انه شخص يعني ضعيف. ضعيف او عبيط او طيب. بالظبط. يعني طيف زياده عن اللزوم. فعايز حضرتك توضح لي النقطتين دول والجزئيتين. نعم. دول. اولا انا ممكن يعني اقسم العفو الى انواع، الى نوعين: عفو اضطراري وعفو اختياري. عفو اضطراري للشخص الضعيف او الجبان، ليس امامه الا ان ايه؟ ان يعفو. وده عفو كاذب، كانه يدعي انه ايه؟ انه عفى. يعني تخيل واحد ماسك رقبته وبيضغط عليه وهيموته، خد بالك، ويقول له خلاص انا عفوت عنك، اذا كان هو اللي، خد بالك، فده عفو كاذب، خد بالك، وعفو اضطراري، هو لا يملك غير ذلك. العفو الاختياري، انا عندي القوه، عندي المقدره، وفي يدي السلطه، وفي يدي كذا وكذا، واقدر امنعك من كذا، واقدر احجب عنك حقوق كذا وكذا، ولكن عفوت عنك. فده طبعا يعني الاصل العفو انه عند المقدره، عند المقدره. طيب، هو لا يتحقق الا عند المقدره، لكن في عفو يتحقق في جميع الاحوال، اللي هو العفو الوجداني الشعوري القلبي الارادي، اللي هو بمعنى النيه. أنا شخص ملتزم بقيم الإسلام، ومن قيم الإسلام قيمة العفو، فأنا عندي هذه القيمة ألتزم بها في جميع الأحوال. أنا في نيتي أن أعفو عمن ظلمني، أن أعفو عمن ظلمني في جميع الإيه؟ الأحوال. زيها زي إيه؟ زي أنا في نيتي أن أعطي من حرمني، وأن أعطي
المحتاج والفقير سواء كان معي او ليس ايه معي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، في يعني في الناس انواع، نوع مثلا اتاه الله، واحد اتاه الله تعالى ايه مالا، علما ومالا وكده، فهو ينفق هذا المال ابتغاء وجه الله في وجوه الخير، فهذا في اعلى المنازل. واحد تاني اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو ان الله اتاني مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان، لو عندي مال زي فلان كنت انفقت في وجوه الخير وعملت وعملت. قال فهما في الاجر سواء، وهو صادق في النيه، عشان نيته بس. نيته وهو صادق فيها. كذلك في العفو، انا يعني مضغوط وضعيف وليس، لكن انا عندي مبدا العفو، فاقول والله انا لو كنت املك الدنيا كلها ولو كنت حاكم للدنيا كلها انا كنت اعفو عن من ظلمني ولا احمل في قلبي ضغينه لاحد. وهنا قصه جميله جدا، قصه واحد من الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه وبعدين قال لهم ايه، يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. الصحابه نظروا كده بتاع، فدخل العادي خالص، لا هو ابن مسعود ولا ابن عباس ولا عمر ولا ابو بكر، ولا شخص عادي، فعجبوا. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال يعني لا ارقبنها، شوف كده راقب الراجل ده ايه حكايته، ويعني ليه يعني ده من اهل الجنه. فالمهم ذهب وراه وراح قال له يا هذا لقد يعني غاضبني ابي، يعني حصل مشاجره بيني وبين ابويا وسبت البيت، يمكن كده اشوف احواله ايه بيعمل ايه عشان اشوف دخل الجنه ازاي. فضيفه فجلس معه فوضع الطعام والشراب، الرجل ليس بصائم، جاء الليل صلى العشاء ونام، لا يقوم الليل ولا يصلي طول الليل ولا اي حاجه، قام لصلاه الفجر ثم وضع الطعام في الصباح، فكل يوم مفطر بالنهار بلك نائم بالليل، يعني يصلي الصلاه الخمسه وكذا، حاجه زياده يعني، مفيش حاجه زياده. فعجب، فقعد 3 ايام، وبعد كده سيدنا عبد الله قال له يعني تعالى بقى، انا لم يكن بيني وبين ابي شيء، مفيش حاجه، انا جيت بس قلت كده تعللت بهذا لكي ارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال انك من اهل الجنه، فبما سبقتنا، ايه اللي انت عملته؟ قال والله ما من شيء سوى اني ايه لا ابيت ليله وفي صدري غل او حقد او شيء لاحد من المسلمين، ابات كده وانا صدري خالي في العفو والسماح والصفح لجميع المسلمين، ليس في قلبي غل ولا حقد. هذا الشخص يعني هذا مبدأ عنده، هو قادر هو غير قادر، هو مبدأ عنده أساس أنه هو يعفو عن جميع الناس ولا يحمل في صدره ضغينة. خد بالك أنت قد يكون بينك وبين أحد هو قادر أن يظلمك وأنت لست قادرا على رد الإساءة، لكن أنا في قلبي أنا عفوت عنه، أنا أسامحه، قادر مش قادر أنا واسمح لي حتى لو قدرت. دكتور عبد الحميد كمان فكرة أنه لا أهتم بكلام الناس، يعني أنا عندي نعم. النية وأنا بعفو ولا أهتم لكلام الناس أنه يقولوا هذا شخص ضعيف أو هذا شخص غير قادر، حتى إذا تحققت لدي المقدرة. نعم، أخذ حقي يعني. هذا مبدأ، وأنا أرجو الأجر فيه من الله عز وجل، أنا أنظر لرضا الله عز وجل وليس رضا الناس، وأنا أعامل الله عز وجل وأعلم أن الله عز وجل سوف يأجرني وسوف يعود. أين ذلك ممن يكيد بعضهم لبعض ويبيت يحقد ويخطط كيف يقصي زميله، كيف يعاديه، كيف يدبر له المكيدة، كيف يصنع مشكلة، كيف يأخذ مكانه، كيف أين هذا يعني. ولذلك يعني هو لا يدري ما الذي يحدث، انت تخطط لكذا وكذا تظن ان المنصب او المال او كذا او اللي يعني ينافسك في مهنة او ينافسك في محل او في كذا ان هذا اخر المطاف، ابدا. يعني هناك تقديرات اخرى لله عز وجل، انت قد تحصل على هذا المنصب وتصاب بمرض، قد تحصل على هذا المال وتصاب لله عز وجل، فلماذا تنظر الى انك تقدر امور بنفسك؟ هناك من يقدر صحيح. الرزق ويقدر الأمور، الملك سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق كلها. صحيح. دكتور عبد الحميد، دعوة المظلوم هي دعوة أقسم الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن ينصر هذه الدعوة ولو بعد حين. نعم. ودعوة المظلوم دي ما بتجيش غير من شخص فعلا يصبر يصبر صبرا شديدا. ولكن هل هذه الدعوة يعني هي من باب أيضا أنه ممكن يعفو عن الناس ولكن
يلتمس الأجر، تكون دعوته يعني أنه بيلتمس الأجر على قضم الغيظ وأنه عفى في هذا الموقف والإساءة، ممكن تكون هذه من الدعوات، دعوات المظلوم يعني. الشخص اللي هو المظلوم، الناس درجات. الإسلام دين جميل جدا، وجمال الإسلام إن هو يستوعب جميع أنواع الناس وجميع فئاته، ولا يريد من الناس أن يكونوا جميعا سواسية، يعني كلهم على درجة واحدة، يعني كلهم بحسب، يعني لذلك في الجنة منهج، درجات يعني. في المنهج المثالي، المنهج المثالي خد بالك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. في مثالية بعد كده: أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. يعني تعامل الناس بالضد، هم يعاملون بالإساءة وأنت تعاملهم بالإحسان. من صحيح. يقطعك أنت تصله من أهلك، من يمنعك أنت تعطيه، من يظلمك أنت تكرمه. فيعني وبرضه مرة أخرى يعني هو بيعمل ده لله لله سبحانه عز وجل، وتعالى، ابتغاء الأجر من الله عز وجل، ولا يهتم ولا يبقى، لكلام الناس بقى وسيعود، يعني. سيعود الأجر والفضل عليه والبركة عليه في الدنيا قبل الآخرة. صلة الرحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما من شيء يعني يبارك به في الرزق ويطال به في العمر مثل صلة الرحم. يعني من سره، من سره أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، يعني يطول عمره ويزيد رزقه يصل رحمه. طيب العفو ده من شام الكرام. نعم. خلينا نتكلم شويه عن الجزئيه دي، نعم. انه ده شخص كريم، وبما انه هو شخص كريم هو شخص مقتدر قادر على انه ياخد حقه، وده بياخدنا لجزئيه تانية. هو العفو ده المفروض لمين بالظبط؟ يعني انا بعفو عن او في اي المواقف، يعني خلينا نقول هل انا بعفو لما تكون هناك اساءه ليا، ولا ممكن اعفو لو انا مسلف شخص مال وهو ما عندوش المقدره انه يرد لي هذا المال، او حتى ممكن انا اشعر انه عنده المقدره بس هو نعم. بيماطل وانا عندي المقدره اني اروح ارفع قضيه واخد مالي مره اخرى. فخلينا نعرف شويه، نتعرف شويه على انواع العفو، وازاي ان العفو ده من شيم الكرام. العفو شامل لكل شيء. عفو عن الحقوق المادية، وعفو عن الحقوق المعنوية، الواجبات، عفو. شوف الآية الكريمة في 3 جمل: خذ العفو بالعرف، أعرض عن الجاهلين. شملت كل شيء، ولو طبق المسلمون في حياتهم لساد السلام والوئام في كل فئات المجتمع. خذ العفو معناها إيه؟ خذ العفو مبدأ لك أن تعفو عمن ظلمك، هذا معنى من المعاني. فالعفو بمعنى أن عفوت الشيء، يعني محوته، وعفى الشيء هي من الأضداد، معنى وضده، وعفى الشيء يعني كسر وطال. فالعفو يأتي بمعنى الفضل. فخذ العفو أي ما فضل، ما فضل من أخلاق الناس وما سمحوا به من أموالهم. يعني خذ العفو، لا تكلفه، لا تكلفه ما لا يطيق، ولا تكلفه شيئا يعني لا تسمح به نفسه. يعني حضرتك ممكن تسلفني مثلا مبلغ من المال، أنا عاوز 1000 جنيه، أنا معايا 100 جنيه، شكرا وأشكرك على هذا. شوف البخل، هو معاه ما شاء الله الفلوس، يديني 100 جنيه وهو معاه ما شاء الله ممكن يديني 10,000 ويديني، لا ده انا اشكره واقبل هذا. طيب غير كده، انت عليك ان انت الزوج والزوجه، الزوجه، الزوج منتظر من الزوج، خد كل واحد، خد بالك، يريد ان يحصل على حقوقه كامله. صحيح. وياتي هو في اداء الحق يطفف ويبخس فيه. فهو يريد من الزوجه ان هي تقف له على راسها وتخدمه خدمة كاملة في كل شيء كأنها مكينة، ولا يقبل منها تقصيرا ولا نقصا بحكم الجبلة وبحكم الخلقة في أي شيء. يعني طب صنعت لك الغداء وكسلت أو تعبت في أن تصنع شاي أو كذا بتاع، لا تقوم مشكلة، أعدت الطعام أو الشراب أو الفراش ونسيت كذا أو كذا، تقوم مشكلة، لا لماذا لا أقبل منها ما تطيقه وأسامحها فيما لا تطيق. وهي كذلك تقبل من الزوج
ما استطاع من النفقة، وما استطاع من الوقت، وما استطاع من الواجبات، وتعذره فيما لم يستطع، حينئذ يسود السلام والوئام بين الأصدقاء، بين الناس في العمل، في المواصلات، في كذا. لو ناس تعاملت بهذا الخلق، يعني الصفح والتغاضي عن، لا يعني لا أتمسك بكل حق، صحيح. وده يرتبط بخلق الحياء كمان. يعني أحد الصحابة من الأنصار يعني كان يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، ليه؟ هذا الشخص له حق عند واحد آخر، ويعني يستحي أن يطالب بحق، فصاحبه يعظ فيه يقول له لماذا لا تطالب بحق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال دعه، فإن الحياء من الإيمان. ما منعه إلا الحياء، يقول له دعه فإن الحياء من الإيمان. فكونك يعني تستحي أو تسامح في بعض حقك، أو يعني تكون كريما في معاملتك مع الناس، هذا من أرفع خلق الإسلام. لا تجزع فإن أجرك على الله. بشكر حضرتك شكرا الله جزيلا، يبارك دكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. استمتعت بحديثي مع حضرتك، وبشكرك مرة أخرى شكرا جزيلا على توضيحك لكل ما يتعلق بالعفو والقيم الأخرى المتلصقة مع العفو. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، بكده خلصت فقرتنا الأولى من حديث التعليمية. هنروح لفاصل وهنرجع بعدها مع الزميلة العزيزة ربابة السيد، وفقرة حوارية ثانية وأخيرة في هذه الحلقة. انتظرونا بعد هذا الفاصل.